كلام، لكن لا. نمرة اتنين عندنا اللي هو هل يجوز ان نعذب البق والحاجات دي بالنار والكلام ده؟ طبعا النار ده عذاب بتاع ربنا، لكن الانسان المفروض ما بيستحملش النار في الحاجات دي، لان حرام ان احنا نستعمل النار نموت بيها. طيب عندنا برضو سؤال تاني اللي هو بالنسبة للأبراص والفئران والنمل والحاجات دي. أنا كنت كتبت في طبيبك مقالة واسمها زيارات منزلية ممنوعة، يعني حاجات بتدخل البيت غصب عنك، فكتبت كده. فمثلا عندك النمل، لو جبت كمون مطحون ورشيت في المكان اللي فيه نمل خلاص انسى النمل يجيلك، أو لو حطيت طباشير، الطباشير الأبيض ده اللي بيكتبوه على السبورة في الـ على الحتة اللي فيها النمل وعملت دايرة ما تلاقيش النمل يعدي الطباشير خلاص ويختفي. بالنسبة للفلفل الأسود المطحون لو رشيته في أي مكان الفئران مش هتيجي تكره الفلفل الأسود. عندك النعناع والريحان لو حطيته في البيت تحت المخدة والحاجات دي هتلاقي الباقي ما يجيش ليك، ما يقربش ليك. ففي حاجات زي كده يعني. بالنسبة يعني الناموس، طبعا الناموس ده حاجة تانية، في طبعا مراهم أو حاجات بيدهنوا بيها الجسم عشان الناموس، لكن الناموس عادة هو اللي بيطلع الدخنة. لو أنت عملت حاجة ودخنت كده في المكان ما فيش ناموس، خاصة إن إيه عند المغرب، ففي تلاقي عند المغرب بيعملوا الدخنة دي عشان الناموس ما يجيش حواليهم. فدي الفكرة، إن بعد ساعتين ثلاثة خلاص الناموس كل واحد له مكان عاش فيه، فمش هيجي لك لأنه كان في دخنة. فدي جزء برضو من الأسئلة. لسه برضو في أسئلة تانية هتكلم عليها في الشريط اللي بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.